يشبه الأقلق، ويتصرف الحيوان الثدي بطريقة مغايرة مع تغير الفصول. يتغير سلوك ثعلب الماء بتغير الفصول، حيث يقل نشاطه أثناء فصل الشتاء ويقضي معظم أوقاته داخل أوكاره، ويأكل الأسماك والسلمون المرقط مما يزعج صيادي الأسماك، وهو يتميز بجلد تحتي سميك من الشعر يوفر له الحماية ضد الماء، وله أيضا رئتان كبيرتان تسمحان له بالغوص لمدة 4 دقائق. تخاف صغاره الماء، لذلك تقوم الأم بتعليمها السباحة بواسطة دفعها إلى داخل الماء. يخضع ثعلب الماء للحماية في بعض مناطق أوروبا، لكنه يتعرض الآن لخطر الانقراض بسبب تلوث مياه الأنهر، وإليكم هذه المعلومة. الحيوان السري يتخذ